ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم الجبنية جدا سهلة ولذيذة وكلنا نحبها، سواء كان في رمضان او غير رمضان. بحتاج كوبين دقيق وملعقة كبيرة خميرة وملعقة صغيرة بيكنج باودر، حبة بيضة تكون بحرارة الغرفة، وثلاث ملاعق سكر، ثلاث ملاعق حليب بودرة، ثلاث ملاعق زيت نباتي، وجبنة. بالنسبة للجبنة السائلة تاخذون العلبة الصغيرة اللي تجي 140 جرام، أنا مو متوفرة عندي بس أنا راح أضبطها على 140 جرام إن شاء الله. إذا ما تحبون طعم الجبنة بارز مرة فتاخذون نص العلبة اللي تجي 140 جرام، يعني تبون 3-4 ملاعق على حسب رغبتكم، طبعا هذا يعتمد على الذوق. بس الجبنية مهما حطيتي جبن ما تحسين مرة طعم الجبنة بارز، خصوصا أن الجبنة سائلة، وشرط أنكم تاخذون الجبنة اللي تكون بالقشطة، ما تكون جبنة تشيدر، في جبنة سائلة اللي تجي بالتشيدر حتصير مالحة عليكم فما حتصير لذيذة. وهنحتاج تقريبا كوب موية للعجن، ممكن نستخدمه كله ممكن ما نستخدمه كله، يعني ممكن ناخذ نص الكوب 3-4 على حسب وضع العجينة معي. وكل عادة عندي بخلط الخميرة والسكر والموية الداشية وخليهم شوي يتفاعلون، طبعا ما راح أحط كل كمية الموية يعني علشان أنا زي ما قلت لكم ما أدري هل هحتاج كوب أو أكثر أو أقل، وبحط نص كوب وبخلطها وبخليها على جنب لين تبدأ تتفاعل. وفي العجانة حطيت الدقيق والحين بحط البيكنج باودر معه والحليب البودرة وبخلط المكونات الجافة، بعدين راح نضيف البيضة وخليط الخميرة والسكر والموية والزيت، بحط شوي فانيلا مع البيض عشان زفر البيض. خلاص بعد ما خلطت المكونات الجافة راح أضيف البيض والجبن وزي ما قلت لكم الزيت والخميرة، وبحط الجبنة زي ما قلت لكم، تجيبون العلبة الصغيرة اللي تجي 140 جرام، كل ما كان فيه طعم الجبنة طالع، خصوصا إذا كانت جبنة قشدية يعني تطلع الجبنية خطيرة. خلاص بعد ما ضفت الجبنة نشغل العجان وبعدين نضيف خليط الخميرة، خميرة مع الموية مع السكر بعد ما تفاعل، خليها تنعجن زين. خلاص هذه العجينة بغطيها وبخليها تخمر بمكان دافي وبعدين نفردها ونشكلها ونقلاها. وهذه العجينة ما شاء الله خمرت، خلاص الحين راح أفردها وأبدأ أشكلها. ممكن تشكلونها بهالقوالب أو أنكم مثلا بالقطاعة اللي تجي مشرشبة، اللي تبون تشكلوها حسب ما تحبون، تقطعوها دوائر، عاد هذا الأمر راجع لكم. طبعا هذه الأدوات التشكيل تلقونها في كل محلات الكماليات بجميع المقاس. فردت العجينة بس حاولوا لما تجون تفردون لا تخففونها مرة عشان ما تصير لكم مرة ناشفة، وابدوا شكلوها. يعني الحين أنا حطيت هالأشكال القوالب، شي دائرة شي نجمة وردة قلوب اللي تحبون. تقدرون أنتم تحطون الجبنية بصينية فيها دقيق وتحطون بفريزر وتفرزونها لثاني يوم، ما في مشكلة، عادي عادي جداً ولا أحلى كمان، تختصرون وقت عليكم. يلا أنا بشكلها وببدأ أقلاها إن شاء الله. وبديت أقلا، الزيت ما يكون مرة حامي ولا يكون بارد، يعني وسط، وترشون الجبنية بالزيت عشان تبدأ تتنفخ معكم كذا. وهذه الجبنية وخلصت وشيرتها، ولازم تكون الشيرة باردة علشان ما تلين عليكم الجبنية، وبالعافية.